سنة 2017 بلشت بفكرة إقامة سلسلة معارض فنية تشكيلية، واخترت عن سابق تصور وتصميم إنه تكون الشخصيات المحورية من بلدتي ومسقط رأس الخنشارة اللي نحن عم نصور فيها اليوم. وكمان قررنا إنه مكان المعرض تكون أماكن مميزة من هالبلدة. المعرض الأول حققناه بال 2019 بالرجي، بمبنى الرجي بالخنشارة، وكانت الشخصية المحورية أو الأساسية بهذا المعرض الشاعر أنيس كنعان، اللي ولد بهيدا البيت وترعرع بهيدا البيت وكبر بهيدا البيت. وعملنا كتاب للمعرض سميناه حوار الكلمة واللون، وحطينا 20 قصيدة من قصايد أنيس كنعان ومقابلهم 20 لوحة مختارين من 80 لوحة وثلاث كتب كان طبعهم أنيس نشرهم قبل ما يتوفى. هلأ الجزء الثاني اللي بدنا نعمله هاي السنة هو عن جارنا اللي بيته ما بيبعد 50 سنتي عن بيتنا. إذا بتلاحظ الأرض ملزوقة، أرض جيراننا ملزوقة ببيتنا، وهو الأستاذ جان نجيب الرياشي. هلأ نحن طالعين صوب بيت الأستاذ جان رياشي اللي هو الشخصية المحورية لتاني جزء من سلسلة هالمعارض اللي بدها تصير بأوتيل المكرزل بالخنشارة بأعلى تلي. الأستاذ جان عنده أصدقاء كتير، كان كل الناس أصدقائه وكل الناس بحبوه، وصداقته ما كانتش بس متوقفة على البشر، كان يحب الشجر كتير ويحب الحيوانات كتير، فزرع الزيتون هون حد البير وزرع الحامضة بالحوض، وهلأ رح نقرب نشوف الحامضة وخبركم خبرية الحامضة اللي كتير سبيسيال. هيدي الحامضة اللي بخبركم عنها، كل ما بزور الحامضة كأني زرت الأستاذ. هيدي الحامضة قصتها قصة هلأ بخبركم إياها. لايك حاملة في حامضة ها. كان الأستاذ قاعد هون، ما كانتش الحامضة بعدها موجودة، عم يحكي مع الأصدقاء، قال لهم بدي أزرع حامضة بهالحوض. واحد من الأصدقاء بيقول له لك جعان، اش بعيش هالحامضة 1500 متر بالجبل بالخنشارة؟ حامض بحب الساحل، بحب الدفا، بتطعم شان. قال له شو عرفك، هون بتطعم وبتعطي أطيب حامض، أنا عندي هون بتطعم. تفضل، هاي النتيجة. فجيت قبل بشهر أنا كنت عم حضر المعرض، بيقول لي جاد ولك السنة الحامضة عطيت شي 25 كيلو، بعدنا عم ناكل منهم لهلا. تعرف هذا الدراج؟ برجع بتذكر مقضيين عليه ساعات وساعات بعد الظهر، هلأ في شمس لأنه نحن الصبح، بعد الظهر بتفيه هون، والأستاذ بيكون عم يتمشى هون ونحن الشباب والولاد يعني 14 15 17 قاعدين هون. مرات يكونوا جادوا جوات حاملين كل واحد جيتار ويصيروا يحذروا بعضهم، يعملوا نوتا ويقولوا شو هاي، يقولوا يرجع التاني يعمل نوتا، يعني هيك يتحدوا بعضهم يعملوا لعبة مين بيربح التاني، نكون نحن قاعدين حواليهم. وبس يجوا الكبار يقعدوا مع الأستاذ هون رفقاته، الأستاذ يكون عم يتمشى مرات رايح جاي والسيجارة بإيده. على فكرة ما كانش يترك السيجارة، هيدي السيئة الوحيدة لصحته، يعني كانت كتير اللي أدت بالآخر لمماته بالسرطان. بون كانوا يقعدوا هون والأستاذ مثل شيء مثل أيام اليونان القدامى، المفكرين والحكماء اليونان يكون عندهم تلامذتهم اللي يتمشوا حدهم ويضلوا مواكبينهم، والأستاذ أو الحكيم يعطي الدرس. فهيك بتصور الأستاذ، بس أرجع بالذاكرة لورا بتصوروا من هالحكماء للتلاميذ قاعدين حواليهم وعم يسمعوا الدرس ويستفيدوا. Thank you.
صالون معبى بالذكريات. كان الأستاذ يكون موجود هون وكل رفقاته حوله. المخرج أبو ميشيل، أنيس اللي يستنوا السماحة، الأستاذ مندر المر، أمين صليبة، الأستاذ أمين صليبة، والكبير سليم نكد، وكتار كتار من الأساتذة يجوا ياخدوا رأيه بكل شيء. هيدي المكتبة اللي كنت تحسها كبيرة، بتعرف الواحد بس يكون صغير بحس الأشياء كبيرة. فهيدي المكتبة كنت أقعد مقابيلها دقايق كتيرة، اتأملها، اتأمل جمالها. كرمال هيك إذا بتشوف لوحاتي هلأ بالمعرض اللي بدنا نعمله ب12 شهر، بس تشوف المكتبة كيفية بالألوان. هلأ بعد شوي فرجيك الكتاب، طبعاً الكتاب وطلع فرجيك كيف المكتبة بتظهر معي. هيدا قصص وألوان كتاب المعرض، وشوف المكتبة كيف بشوفها أنا كفنان، كيف عيوني بشوفوها. تفضل. هاي المكتبة الحقيقية قدامك هون، وأنا كنت شوفها جميلة جداً فطلعت معي هيك باللوحة. وإذا بتلاحظ البسينة حاطة إيدها على الملك، وهيدي الشطرنج، هيدي رقعة الشطرنج تبع الأستاذ. هيدي رقعة الأستاذ، شو حلوة وحجار حلوة. تتصور كان يمسكها بإيده، كان يحضر حاله. مرة جيت كنت ناطر جهاد هون، كان عامل اختراع جهاد فأنا أتمرن لوحدي بعد الظهر. كانوا الشباب، كان عندنا فريق فوليبول، أحسن ما أقطش بلش الحديث من الأول. كنا فريق رائع، فريق المغامرون الخنشار. بال1991 وصلنا لأمة عطاءاتنا وصرنا من أول فرق بلبنان. فاختارني المدرب أن ألعب مع فريق الأول، مسؤولية كبيرة بتعرف، أنا طولي مش بطول الشباب الأساسيين المهاجمين، أكيد أخذني بالدفاع، بس بدي أحضر حالي لأنه بس أوصل على شبك لقدام بدي أضطر أكبوس. فكنا نناقش كل هالشغل مع بعضنا أنا وجهاد وبولوس. جهاد قال لي بدي أعمل لك اختراع تقدر تتمرن لوحدك قبل ما يجوا الشباب يعلى المستوى. فكنت قاعد ناطره هون، والأستاذ عم بحضر حاله لماتش شطرنج بالليل، كان يلعب مع الأستاذ الياس الكفوري. فما بدي أخبركم القصة هلأ بكاملها، بتقروها بالكتاب، حطتها كيف كان عم بيحضر حاله. بس بهالرقعة بالذات، بهالكتاب هذا بالذات، سحبه عن الرف، اتطلع فيه، حطه، شال البيون، ضربه، راح حمل السيجارة يتمشى يروح ويجي. هيدي القصة سميتها المحترف، زيارة المحترف. يعني أنا كنت بزيارة كيف الأستاذ جان بيفكر وكيف بيعصف ذهنه لما بيكون عم يعمل شغلة. إن شاء الله بتعجبكم. وقتها بتطلع بعناوين الكتب واهتمامات الأستاذ متنوعة جدا. يعني مثل ما قلت ببعض بمقدمة الكتاب قصص وألوان، إنه إنسان متطرف للمعرفة، متطرف. وأكبر دليل على ذلك إنه بيو كان يعطيه المصريات يقول له روح اشتري الطحينات، بيو فران يروح يشتري الكتب اللي بده اياهم، بعدين يروح يشتري الطحينات، فيطلعوا الطحينات اقل من اللي طلبهم بيو. بالاخر صار يعطي حدا ثاني من العائله يشتري له، لانه جان البكر كان يعطي البكر تيشتري له طحينات، يشتري في الكتب اللي بده اياهم، بعدين اللي بقيوا يشتري فيهم طحين. هالقد كان متطرف للمعرفه. الكترونيك اندستريال، matériaux de construction. Algèbre, chimie, mathématiques, physique, statistique, économie, géochimie. تعرف رجعت تذكرت المعرض الأول لما شفت اللوحة هيدا، على فكرة لوحتي، لوحة من شغلي
الجزء الأول من سلسلة المعارض تحت عنوان مثل ما قلنا حوار الكلمة واللون، وهيدي محاكاة قصيدة للشاعر أنيس كنعان اسمها العابرة الصغيرة لا تخاف، وجهاد حبها كتير ابنه الأستاذ صديقي فهديته إياها. معلقينا بالسلام. هودي كتب الأستاذ المنشورة جان الرياشي سليم نكت في سفر العودة حداثة وأصالة، أي دائما نشره الأستاذ أيار 1978 نشره، عامل نقد لقصيدة سفر العودة للأستاذ سليم نكت. هذا الكتاب باللغة العربية الأولانة، هذا باللغة العربية كمان جان رياشي هارمونيات الإحداثيات والإشارة les harmoniques des coordonnées et du signe جان رياشي. هذا عن المكعب الكوب، وهذا الكتاب الأهم والعظيم المحترف الجمال الحديث جان رياشي. هذا الغلاف هو عامله، وانا ببعض لوحات مدخل بعض الاشياء، هيدي الحقول اعتبرتها، وهي مداخل الارمونيا الثلاثه والحقول على الطريق. هيك قال لك شو مسميه، هو الكتاب اسمه المحترف الجمال الحديث، بس الرسمه حطت لها اسم بتصور، طباعه سنه 1981 هيدي اول نسخه. الغلاف المؤلف وعنوانه الجهد والحقول على الطريق ومداخل الهارمونيا الثلاثة، من أهم ما قرأت، فريد من نوعه هذا الكتاب. الأستاذ سليم نكت بقول عنه التالي، هذا الكتاب كتاب أول معرض، كل معرض إحنا عن يعني أنا من بالمشروع قلت كل معرض بدي أرفقه بكتاب، هذا أول واحد حوار الكلمة واللون أنيس كنعان شعر إلي كنعان فن تشكيلي. ثاني كتاب اللي هو لمعرضنا اللي بده يصير ب 12 آب هيدا الشهر، قصص وألوان إلي كنعان، قصص أنا قصصي مع الأستاذ جان رياشي، وألوان هي اللوحات. فبيقول عنه الأستاذ بالمقدمة ذكرت شو بيقول عنه الأستاذ سليم نكد، قلت أجمل من عرفه هو الأستاذ سليم نكد في مقدمة كتاب سليم نكت في سفر العودة حداثة وأصالة للأستاذ جان رياشي، إذ قال فيه نكت قال بالرياشي قارئ متذوق شخصي حتى الاستقلال والتمرد على كل ما أصبح تقليدا ثابتا وعرفا متفقا عليه، سلاحه ثقافة علمية وفنية شاملة من الرياضيات إلى الفيزياء إلى الموسيقى إلى آخره، إنه ينظر إلى الإنتاج الأدبي بروحه العلمي ويعالج المواضيع العلمية بحدسه الفني. هذا استشهاد.